تنفيذا لهدنة تم الاتفاق عليها مع القوات الحكومية السورية وبوساطة من الأمم المتحدة، وبعد حصار استمر نحو عامين في أحياء حمص القديمة، خرج أكثر من 200 من عناصر المعارضة المسلحة وجبهات النصرة بأسلحتهم الخفيفة، إضافة إلى العشرات من المدنيين والجرحى بحافلات نقلتهم باتجاه الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. ضربنا نخرج من المدينة، ولكن نحن وصلنا لمرحلة الحصار اليومي، واللي هو إنه أما المنظمات تصفر أو تنصر، وتحاذر المنظمات الإنسانية عدم تقديم لنا أي شيء قوم به بالضغط على النظام فتح معبر آمن أو إدخال مسارات إنسانية وطبية، هو يلي خلانا نهادم مع النظام ونقوم باتفاقات مع النظام. الاتفاق بين الجانبين نص على مجموعة من النقاط، أهمها انسحاب الثوار مع أسلحتهم الخفيفة من أحياء المدينة المحاصرة بمرافقة مندوبين من الأمم المتحدة، مقابل فتح ممر لإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب الشمالي، وكذلك الإفراج عن دفعة من المختطفين لدى المعارضة. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، فقد وصل إلى المشفى الوطني في اللاذقية دفعة من المختطفين والأسرى. اللافت على الجبهات الأخرى في سوريا شريط بثته ما تسمى الهيئة التنفيذية الشرعية في المنطقة الشرقية في درعا، ظهر فيه العقيد أحمد النعمة قائد المجلس العسكري في المحافظة، وأثار كدمات على عينه اليسرى. النعمة اعتقلته جبهة النصرة مع آخرين في 3 من الشهر الجاري. تحدث النعمة عن تفاصيل تسليم قرية خربة غزالة وعن شعوره باليأس والفشل والخذلان ممن وصفها الدول الداعمة التي تتحكم بالمعارضة. طلبت من السلطات الأردنية والدول الداعمة أنه لازم ينفتح الأستراد مشان يمشي. فاتصلت الأخ أبو عمار قال لي ما راح ينفتح الأستراد أبدا لو على جثثنا، ونحن ما بناخذ أوامر من حدا. من فشل لفشل، وكلياته نتيجة الدول الداعمة هي اللي عم تحكم فينا وتنفذ سياستها، وما بده الدول المشروع الإسلامي ينجح. في درعا سيطرت الكتائب الإسلامية والمعارضة على تل مطوق الكبير وحاجز خربة فادي عقب اشتباكات عنيفة ووقوع خسائر بشرية، كما نفذ الطيران الحربي غارة جوية على مناطق في مدينة إنخل وبلدة بصر الحرير. في محافظة دمشق نفذ الطيران الحربي غارتين جويتين على مناطق في حي جوبر والعسالي والقدم، ونفذ الطيران الحربي غارة جوية على منطقة جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية بمنطقة القلمون، ودارت اشتباكات في بلدة المليحة ومحيطها وسط تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات جوية على مناطق في البلدة.